للمزيد من المتابعة حول قمة الكوميسا في دورتها 22 ينضم إلينا من العاصمة الزامبية لوساكا علاء رشوان مراسل التلفزيون المصري. علاء، ضعني في صورة انطلاق القمة وأبرز الكلمات الخاصة فيها، خاصة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تسليمه لرئاسة القمة إلى الرئيس الزامبي. عفوا، الصوت لم يصل إلي بوضوح، لو يعني تتكرمي بإعادة السؤال مرة أخرى. علاء، أسألك عن أبرز ما جاء في الجلسة الافتتاحية لقمة الكوميسا في دورتها، خاصة كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، أشكرك. الجلسة الافتتاحية التي تابعنا وقائعها منذ ظهر هذا اليوم وانتهت منذ قليل جاءت لتعكس الإرادة السياسية لدى دول الكوميسا لتعزيز العمل الإفريقي المشترك حيال عدد كبير من التحديات على المستوى الاقتصادي وأيضا على المستوى السياسي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلم راية العمل للدول دول الكوميسا إلى الرئيس الحالي للدورة 22 الرئيس الزامبي، وألقى سيادته كلمة مصر الهامة التي ركزت على عدد من المحاور التي من شأنها يعني العمل على تعزيز وتحقيق آليات لتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي الإفريقي بشكل عام وأيضا داخل المجموعة بشكل خاص. السيد الرئيس استعرض جهود الرئاسة المصرية التي استمرت على مدار العامين السابقين فيما يتعلق بعدد من المجالات والقطاعات، كان من أبرزها القطاع الاقتصادي بطبيعة الأحوال. السيد الرئيس استعرض المبادرات المصرية الهامة التي عملت عليها الرئاسة المصرية بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة والأمانة الفنية والسكرتارية العامة للكوميسا، كان في مقدمة هذه المبادرات وهذه المساعي الربط البري والبحري بين شمال وجنوب القارة الإفريقية عبر طريق أو النهر الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، بالإضافة أيضا إلى المبادرة الخاصة بالبنية التحتية في القارة السمراء، وأيضا العمل على تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة المشتركة بين دول المجموعة من جانب، وأيضا بين التجمعات الثلاث الاقتصادية الكبرى في القارة الإفريقية كوميسا السداك وشرق إفريقيا. أيضا السيد الرئيس استعرض عدد آخر من المبادرات التي عملت عليها الرئاسة المصرية في العامين الماضيين فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي طبقا لاستراتيجية التكامل الصناعي لدول الكوميسا من عام 2017 حتى عام 2025، واستعرض أيضا السيد الرئيس عدد آخر من المبادرات في القطاع الصحي وتصنيع الدواء وتوطين صناعة الدواء بشكل خاص، وأكد على أن مصر تقف ووقفت إلى جانب الأشقاء الأفارقة في التقليل والحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، وقامت بمساعدة الأشقاء الأفارقة بأكثر من 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من المبادرات خاصة المبادرة المصرية الهامة بإنشاء لجنة صحية تتبع اللجنة الفنية للكوميسا، وهو ما لقى إشادة وترحيب من الدول الأعضاء خلال الفترة الماضية. السيد الرئيس أيضا تطرق في كلمة مصر الهامة حول عدد آخر من الملفات التي تتعلق بالسلم والأمن في القارة الإفريقية، وأكد على بذل كل الجهود المصرية لحلحلة الأزمة في دولة السودان بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة وبالتعاون مع جهود المجتمع الإقليمي والدولي، واستعرض أيضا السيد الرئيس دور مصر في حفظ الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية بإنشاء مركز إعادة الأعمار والتنمية في القاهرة، وأكد السيد الرئيس أن مصر لن تألو جهدا في العمل على حفظ أمن واستقرار القارة الإفريقية بشكل عام وأيضا بشكل خاص داخل دول مجموعة الكوميسا. السيد الرئيس أيضا كشف عن أن مصر سوف تترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي من العام 2024 حتى عام 2026، وقال أن العمل على حفظ الأمن والاستقرار ومقدرات الشعوب والحفاظ على الدولة الوطنية هو أحد أهم عوامل بناء اقتصاد
متكامل واندماج اقتصادي قاري داخل دول المجموعة وداخل القارة الإفريقية بشكل عام. الكلمة كانت شاملة وأثنت في ثناياها على الجهود التي بذلت من كل الأطراف الإفريقية خلال المرحلة السابقة بالتعاون مع اللجنة الفنية أو السكرتارية العامة لمجموعة الكوميسا، وأكد على أن مصر تتطلع إلى مشاركة الدولة أو الرئيس الحالي للدورة الحالية وهي دولة زامبيا، تتشارك معها ومع الأطراف الأفريقية الأخرى هذه المساعي واستمرار عمل المبادرات وتنفيذ هذه المبادرات سعيا لإقرار خريطة طريق اقتصادية تسعى إلى تحرير التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وأيضا مد شبكات من الطرق سواء البرية أو الملاحية لتسهيل حركة عبور الأفراد والبضائع من وإلى دول المجموعة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الكلمة كما أشرنا كانت هامة وتحمل الكثير من المبادرات التي سوف يتم تنفيذها في خلال الرئاسة الحالية لدولة زامبيا بالتعاون أيضا مع مصر التي هي عضو لا تزال عضو في هيئة مكتب الكوميسا بالإضافة إلى زامبيا بطبيعة الأحوال. نعم نعم علاء، يعني هذه الزيارة إلى زامبيا ومشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الكوميسا تأتي في إطار جولة إفريقية للسيد الرئيس بدأها بأنغولا وتستمر في محطة ثالثة في موزمبيق. هل لك أن تضعنا في صورة هذه الجولة الإفريقية سريعا؟ أتوقع أن سؤالك يدور حول نشاط السيد الرئيس على نعم هامش في هذه الجولة الإفريقية نعم المصرية في فعاليات قمة الكوميسا. السيد الرئيس كان قد بدأ نشاطه اليوم صباحا بلقاء هام جمعه برئيس زامبيا. في هذا اللقاء جرى التأكيد على عمق ومتانة وتاريخية العلاقات المصرية الزامبية وتوافر إرادة سياسية لدى القيادتين السياسيتين في البلدين لدعم وتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد التنسيق والتشاور حيال عدد من الأزمات التي تشهدها دول المنطقة في مقدمتها الأزمة السودانية والأوضاع في الصومال. السيد الرئيس أكد على أن مصر تدعم جهود التنمية الاقتصادية في زامبيا عبر الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى التأكيد على أن العمل الإفريقي المشترك يعتمد في الأساس على تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول المختلفة سواء في داخل المجموعة أو خارج المجموعة. استعرض أيضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع نظيره الزامبي عدد من الخطوات والجهود التي بذلتها مصر طوال العامين الماضيين لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي القاري. السيد الرئيس الآن في استراحة بعد اختتام الجلسة الافتتاحية، سوف يعاود نشاط سيادته بالمشاركة بعد نحو الساعة ونصف من الآن في الجلسة المغلقة التي سوف تدور بين 7 رؤساء من الدول المجموعة، ومن بعدها يواصل أيضا السيد الرئيس عقد عدد من اللقاءات مع عدد من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية المشاركة في هذه القمة، لقاءات تهدف في الأساس إلى دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر من جانب وبين هذه الدول من جانب آخر، وأيضا تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور حيال المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. نعم أشكرك جزيل الشكر من عاصمة زامبيا لوساكا على رشوان مراسل التلفزيون المصرية.